النهارده كان في مؤتمر للنادي الاهلي. لو تفتكروا احنا امبارح جبنا لكم الخبر بتاع الاكاديميه، قلنا لكم انه في اخبار الاكاديميه والنادي الاهلي عامل اكاديميه على شكل نفس او نفس هيئه اكاديميه سباير اللي في قطر. وقلنا لكم على تجديدات وقلنا لكم على انشاءات. النهارده كان في الاجتماع اتطرحت عده امور. من ضمنها حقيقه او من ضمنها تطوير ملعب التتش. الحقيقه ان كل الكلام المتعلق بملعب التتش ده ما هوش حقيقي. وليه مش حقيقي؟ علشان الاسباب اللي تظهر لحضراتكم دلوقتي حالا على الشاشه ده من خلال الكواليس بتاعتنا. اولا شركه صله لن تبدا في اي خطوات لتطوير ملعب ومدرجات التتش كما اكدوا في اجتماع سابق، احنا بنجيب لحضراتكم اللي جوه الاجتماعات نفسها. مع اداره التسويق بالنادي قبل حسم المجلس الحالي لموقف القضايا القائمه ضده، مش هنعمل اي حاجه غير لما تخلصوا كل القضايا وكل المشاكل اللي موجوده في المجلس، ودي حاجه طبعا هم ما لهمش دعوه بيها كمجلس اداره لان حضراتكم عارفين وفاهمين كويس انه ما كانش في اي اخطاء متعلقه بمجلس الاداره وانما اخطاء اجرائيه متعلقه بعمليه العمليه الانتخابيه. رقم اتنين انه تطوير المدرجات بيتطلب الحصول، وركزوا قوي في النقطه دي، تطوير المدرجات بيتطلب الحصول على رسومات وخرائط البنى، وده ما تمتلكها شركه تدعى شركه اللوتس الهندسيه اللي قامت بعمليه البناء وطرف التسليم المخطوطات الهندسيه املا في استكمال التنفيذ وفقا لعقد سابق مع النادي الاهلي. رقم ثلاثه واحنا بنتكلم على حقيقه تطوير ملعب التتش. ظهور شركه صله اليوم كان فقط من باب المسانده والدعم لمجلس اداره النادي الاهلي ليس اكثر. والحقيقه انه تعرفين انه صله هي الراعي الرسمي للنادي الاهلي وضخت اموال كبيره جدا جدا، وبالتبعيه او بالضروره كان لابد ان هي تقف موقف كويس مع النادي الاهلي قبل الجمعيه العموميه اللي فيها كلام كتير جدا وفيها استعدادات كتيره جدا وفيها شغل هيقابله مجلس اداره النادي الاهلي بامور تسويقيه. اللي بعده مهم جدا، الدليل على الكلام اللي احنا بنقوله ده ان الاداره الهندسيه بالنادي الاهلي اللي قدام حضراتكم ده دليل على الكلام ده، ان الاداره الهندسيه بالنادي الاهلي بدات او اشتغلت من 3 اسابيع بس في المدرج القديم، علما بان تجهيزه بيستغرق شهر وتكلفه اقل بكتير جدا جدا من المدرجات الثانيه، كما قبل ما كان على عكس كان طبعا ما هيحصل في المدرج الجديد اللي عشان يشتغلوا فيه هياخدوا فيه 6 شهور. فأيهما أقرب؟ اشتغل في أبو شهر واللي يبان قبل الجمعية العمومية، ولا اشتغل أبو 6 شهور فمش هيبان قبل الجمعية العمومية؟ ده زي ما بقول لحضراتكم كده اللي حاصل. يبقى احنا بنفند لكم اللي حصل بالظبط في النادي الأهلي.